المرأة الشرقية والغربية تظهر متكسفة على شاشة التلفاز أمام المسلمين من رجال ونساء، فما رأيكم نحو هذه الشائعات الخبيثة؟ هذا من البلاء اللي تقدم، قاعدة التلفاز وظهور النساء وكاسيات العاليات ويكون من الأغاني الكثيرة والتمثيلات الباطلة، هذا من البلاء والأسباب تأخر المسلمين ومما دسه عليهم أعداؤهم، مما دسه أعداؤهم عليهم حتى يضعفهم ويضرهم ويفسد أخلاقهم، هذا منكر.